تعرفوا بيه؟ وسام القليب مصراتها. اهلا بك. سبب وجودك في الاعتصام؟ والله الاعتصام تضامن مع تصحيح مسار الثورة والتراكم الاختلالات اللي نشوف فيها، فالشباب هنا تضامن تكل بحيث أن تعطي رسالة للمجلس المحلي والمجلس الانتقالي أنه ضروري يحسوا بمطالب الناس، وضروري مزيد من الشفافية، مزيد من تحقيق المطالب، إعادة الانتخاب، ضروري الانتخاب المجلس المحلي والمجلس الانتقالي لازم يتبعد أيضا على الأمور التنفيذية، يعطي للحكومة الانتقالية فرصتها. يعني كثير من الأمور التنفيذية يقومون بها وهي مفروض مش من اختصاصهم، المفروض هم يركزوا على الجانب الرقابي، الجانب التشريعي، ويعطوا الحكومة فرصتها. وأيضا موضوع الإعلان الدستوري المادة 30 حتى تحتاج إلى إعادة نظر وإعادة طرحها في الإعلام وظهار. نلاحظ أن كأن الناس ما تثيرش موضوع الانتخابات، لا في إذاعة لا في، وكأن يبقى المجتمع ينسى الموضوع ده والقبول بالأمر الواقع. أيضا المجالس المحلية لازم تخاطب الناس اللي معاها بطريقة مؤدبة أكثر، ولازم مزيد من الشفافية. الإيرادات الأموال اللي استلموها لازم يورونا وين كيف صرفت، القضاء لازم يفعل. كل هذه مطالب جميع الشرائح ومؤسسات المجتمع المدني وجميع الناس موافقين عليها. يعني هل تعرف ما هو دور، هل هناك دور محدد للمجلس المحلي مصراتة؟ والله تعلم ما عليه وما له؟ والله ما جماعة المجلس المحلي مصراتة منغلقين على أنفسهم، ما فيش هو في الأساس ما فيش اي قانون يحدد صلاحيات، ما عندهمش لائحه تنظم، ما داروش لائحه او قانون يوضح شنو اختصاصاتهم وشنو مجال عملهم. في مكتب تنفيذي ما تعرفش ما تفهمش شنو اختصاص هذا وشنو اختصاص هذا، ما فيش تقارير او تصريحات اسبوعيه يقولوا شو اللي صاير. الباين انهم هم غايبين عن الاداء السياسي، مش قادرين يطوروا اداهم، مش قادرين حتى يستمعوا للشارع، ودائما يتصرفوا برد الفعل، مش قادرين يكون عندهم خطة ورؤية ويشتغلوا. بالعكس هم كل ما تصير ردة فعل أو مشكلة في موقف معين يتحركوا بعدها، مش قادرين يديروا خطة ويعرفوا يبدوا في ترتيب الأمور، كيف الناس، شنو أهداف الناس، الجرحى مهملين، المشاكل بكثرة. يعني لا نسمع في عقود وفي صيانات، ما فيش حد تكلم قال كيف العقود دي، كيف وقعوها، وكيف على من رسوها، وإذا كان فيه شيء تاني يطلع يتكلموا للناس. لكن التأتيم والسياسة اللي يشوفوا فيها نفس السياسات اللي الناس ثارت عليها، الناس نسيت أن في ضحايا وفي شهداء وقاعدة تمارس في نفس الأساليب، مش قادرين يطوروا. يعني أساس الاعتصام هو فصل السلطات وفصل السلطة التشريعية. يعني والله الاعتصام، هل الاعتصام داعم للحكومة؟ مش للحكومة، هو داعم للشرعية، داعم للأسلوب الإداري الصح. الصح أن الحكومة هي اللي تقوم بالأعمال، وفي جهة ثانية تراقب الأداء انتحها، تطلب منها في خطط، تطلب تراقب الأداء شنية اللي داروه، شنية اللي تحاسب. لكن هي الآن الأمور مختلطة، وفي تشبت بالجانب المجلس الانتقالي خاش في الجانب التنفيذي، مركزين على الزيارات في الخارج والزيارة للداخل مش مهمل، ما فيش خاطي. أغلب النقد في التوار والكلام ده، وما شفناش منهم أداء إيجابي إلى الآن، أمورهم غير واضحة بصراحة. يعني بارك الله، شكرا. تعرفوا بيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر جميع الشباب على اعتصامهم في ميدان اعتصام مصراتة. باسم علي أبو هريرة أحمد، أحد سكان مصراتة، وطالب المجلس المحلي مصراتة أن يهتم بالشؤون أهالي مصراتة ويراعيهم في حاجاتهم. أنا عندي أبويا شهيد، ولعن توه تجي الميكانيك يقولك ميزال ومش عارف شني وراجع. ما فيش اهتمام بأسر الشهداء؟ ما فيش اهتمام. عندي خوتي 8 يتام، ما عندناش حتى حوش جاري رمى جرين، والضمان كل من عديل يقول ميزال هيك ورقة هيك، وخزن المفروض يراعوا ظروف الناس.
يعني سبب وجودك أنا هو اعتصام طالب به. حتى أقل حاجة أرحم لمن سكن يعطونه سكن نسكن. في حشان تو كل يوم يفجر وحوش مصراته يقول خونا يعطوهم الناس مستحقين. في ناس مستحقين ما عندهمش حشام يعطوهم حشام. فين وفيك؟